في حي الأشرفية في حلب يحاول من بقي من السكان تعزيز ظروفه المعيشية. في زاوية الشارع يرفع مقاتلون أكراد علم جبهة الأكراد إلى جانب راية الجيش السوري الحر. سوريا هي وطننا نحن، يعني هلا إذا صار إقليم كردستان في شمال العراق بدنا نروح على شمال العراق نحن؟ ما راح نروح. في حي الشيخ مقصود المجاور قام حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يضم مجموعة أحزاب وله ذراع مسلح يعرف باليابيجي باعتماد ما يسمى بالأمن الذاتي. هن شعب يعني بدهم بس هيك عبارة بس عن أكراد، حماية أكراد، بس حماية أكراد فقط لا غير. ونحن ما عندنا تفرقة كردي عربي، ما عندنا تفرقة، ونحن مستعدين كل شيء يعني نقدم مشان الشعب السوري كله. ولأن كان وجود الجيش الحر محظورا في المناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي، إلا أن العكس غير صحيح. هدفنا وهدف جيش الحر هدف واحد وطريق واحد عم نمشي عليه، الثورة بسوريا مطالبة بحق، وهن هذول جبهة النصرة يعني ما لهم ثورة، ما لهم شيء أساس بالثورة ولا شيء إنه يحكوا فيه بالثورة، يعني جايين هن على تخريب وعلى تدمير. وسط هذه الخلافات التي تتحول في بعض الأحيان إلى عمليات تخوين واشتباكات مسلحة، يجمع الأكراد على حقهم في تقرير المصير، لكنهم يختلفون على التوقيت وعلى سبيل تحقيق هذا الهدف. كلياتنا عم نسعى لإسقاط هذا النظام، عم نسعى لبناء دولة فيك تقول علمانية ديمقراطية تعددية. مجرد التعددية الديمقراطية والعلمانية تحفظ حقوق كافة القوميات والأطياف، بيكون الأكراد حصلوا على حقوقه يعني. وكون الجميع منهمكين بمعركة هنا وفرض خطوط تماس هناك، لم يثني البعض عن البقاء حتى على خط الجبهة وإن وحيدين. بصعوبة يحاول الأكراد إيجاد مكان لهم في الحرب في سوريا. المشاركون في القتال إلى جانب الجيش الحر وجدوا أنفسهم في مواجهة الأحزاب الكردية التي تسعى إما إلى الحياد أو إلى فرض الأمن الذاتي في معركة لم يبقى للحياد فيها مكان. شادي شليلة، سكاي نيوز عربية، حلب.